فهنعمل كفتة الفراخ وكمان بالشوفان، والوصفة دي هتاخد نكهة لطيفة جدا جدا من الليمون المبشور. فعلشان نعمل الوصفة دي عايزين يعني كيلو فراخ مفرومة أو حسب عدد أفراد الأسرة، عايزين 1 بصلة مبشورة ناعم، 1 كوب شوفان ومطحون، 2 فص ثوم، ربع كوباية بقدونس مفروم ناعم، ملح وفلفل، معلقة صغيرة قرفة، ومعلقة كبيرة بشر ليمون. دي بقى الكفتة دي بنقدر نشويها وبنقدر نقليها بانيه. لو هنشويها احنا هنشويها دلوقتي، بنحطها طبعا في الصينية بعد ما بندهنها بشوية زيت. لو هنقليها هنعملها بالبيض وبالبقسماط ونقليها في الزيت. خلينا دلوقتي نشوف، احنا ممكن نعمل نص ونص، نقلي ونشوي. خلينا دلوقتي بس نحضر العجينة نفسها بتاعت الفراخ. عندنا هنا الفراخ المفرومة اهي، ودي بنطلبها من عند السوبر ماركت، بنطلب منه ان هو يفرم لنا الفراخ. وعندنا هنا البصل، بس هنعصره بالذات كمان ان المية اللي فيه هتطري لي الفراخ زيادة، ولحمة الفراخ بتبقى اوريدي ناعمة جدا فبتبقى كتير طرية، فمش عايزين نطريها بزيادة. هناخد فصين الثوم، وهناخد البقدونس، وهناخد التوابل بقى بتاعتنا كلها الناشفة هنحطها، قرفة، حطينا القرفة وحطينا البهارات، وهنحط الملح والفلفل. وزي ما قلنا شوي او قلي بتطلع حلوة جدا. ملح وفلفل، هنعجنها بقى كويس. لو لقيناها ناعمة زيادة ولسه مش ماسكة معايا، بنحط لها شوية بقسماط خفيف حسب القوام بتاعها بقى عامل ازاي، بس هي مفروض تكون بقت كويسة يعني. بس في حالة طرية زيادة هنحط لها زي ما قلنا شوية بقسماط صغيرين عشان يشدوا شوية، يخلي القوام يتشد شوية، يا بقسماط يا بنزوده شوية شوفان. طبعا الوصفة دي مغذية قوي، واحنا كده برضو نبقى دخلنا الشوفان في الوصفة عشان تبقى مغذية للي هياكلوها بقى سواء كبار صغيرين، بس طبعا بتفرق كتير في القيمة الغذائية. طيب دلوقتي احنا يعني هي كويسة، بس انا ممكن اضيف لها شوية بقسماط صغيرين كده، يعني مثلا ربع كوباية يخليها تمسك اكتر، او ممكن تزودوا لها كمان شوية شوفان لو تحبوا. كده بقت كويسة قوي، كده بقت تمام. هناخدها بقى وهنعمل ايه؟ زي ما قلنا احنا عايزين نشويها، فعشان نشويها اسهل حاجة ان احنا نجيب العيدان الخشب ونشكل الكفتة عليها وبعدين نحطها في الصينية. بس الاول ممكن نحط شوية زيت في الصينية بتاعتنا. نشيل ده عشان نعرف نمسك الزيت، كان لازم حطينا الزيت الاول، زيت عادي. ونبتدي بقى نشكل الكفتة. طبعا لو هنعملها مشوية في الفرن هنعملها طويلة شوية، بس لو هنقليها لازم نشكلها اقصر شوية علشان نقدر نحطها في البيض والبقسماط، ما تبقاش طويلة قوي وتتقطم مننا واحنا بنقلبها في الزيت. ناخد بقى عود كده ونبتدي نشكل الكفتة بتاعتنا. وبرضو بنقدر ان احنا نحط شوية هنا مية بصل، شوفوا بقى قد ايه كانت طرية، تخيلوا بقى لو حطينا البصل بالمية اللي فيه. ندهن الزيت كده
ونحط الكفتة بتاعتنا. هنبتدي بقى نعملها كلها بالمنظر ده لغاية ما نكتفي بالكمية اللي احنا عايزينها ككفتة مشوية، ونسيب الباقي علشان نعملها كفتة مقلية. لو عملناها كفتة مقلية زي ما قلنا، بس هنصغر شوية الحجم بتاعها. على طول اول ما بتبلوا ايديكوا على طول بتبتدي تتشكل معايا. دلوقتي عملنا الكفتة بتاعتنا، خدنا جزء منها عملناه مشوي، والجزء التاني اهو هنعمله دلوقتي بانيه، يعني مقلي بالبيض والبقسماط. هناخد بس الفراخ دي كده نحطها في البيض، ومن البيض على البقسماط. ودايما زي ما بنقول خلي ايدينا اللي بنبل بيها بالبيض واحدة والتانية لأ، علشان خاطر يعني ما تبقاش كلها ملخبطة كده بالبقسماط. خلاص حطينا الزيت على النار كمان، وهنبتدي دلوقتي نشكل، نغطي قصدي الكفتة بالبيض والبقسماط، ونحطها في الزيت، وناخد الكفتة التانية نحطها في الفرن. دي خلاص اهو كده. دي طبعا برضو من الحاجات اللي بنقدر نعملها ونشيلها في الفريزر، كتير بتنفع وقت الزنقة، جالك ضيوف، الولاد جاعوا فجأة، جالك شغل بالنهار وعندك مفيش معاد وقت تعملي الغدا، فدي حلوة قوي ان احنا نعملها ونشيلها في الفريزر برضو لوقت الزنقات. خلاص دلوقتي هناخد الكفتة بتاعتنا المشوية هنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما تستوي. بتاخد يعني تقريبا بتاخد لها نص ساعة. لو ولعته طبعا من فوق ومن تحت مش هنضطر نشويها، لانه دي صغننة قوي اللي فضلت دي، بس اكيد هتنفع برضو. خلاص نغطي بقى دي ونطلع على الفرن. احنا مولعين الزيت زي ما قلنا، ودرجة حرارة الزيت عالية. اول ما نحط الكفتة هنخلي درجة الحرارة وسط شوية، يعني وسط علشان خاطر ما تتحرقش من برة الكفتة وتفضل من جوه نية، فهنخلي درجة الحرارة متوسطة. هناخد الكفتة بتاعتنا دلوقتي وعلى الفرن. وهناخد الكفتة بتاعتنا اللي هنا وهنقليها كده، نبقى احنا عملنا الكفتة بطريقتين، مقلية ومشوية. هحطها ونروح بالظبط، بس اطمن عليها كده تمام.